مثل ما أنت تشوف ومشاهدي والعالم كله الآن يشاهد العراقيين فرحين جدا أنه الآن بدأت الثورة تحقق أولى إنجازاتها باستقالة الحكومة. كيف تعاملتم مع الخبر؟ كيف تلقيتم الخبر؟ بصراحة الشعب العراقي شعب واعي، شعب مثقف، شعب صبور جدا. الآن كانت يوم أمس استقالة عادل عبد المهدي هي بداية النصر وليس النصر بالكامل. النصر بالكامل إن شاء الله بإقالة الحكومة بالكامل، النصر بالكامل بتغيير المفوضية، النصر بالكامل بمحاسبة الفاسدين، محاسبة من سفكوا دماء العراقيين، من سفكوا دماء الشهداء. هنا سوف تكون محاسبتهم، لا يرجع ولا أحد يرجع من الساحة إلا بمحاسبة الفاسدين، محاسبة من قاموا بقتل وتعذيب أخوانهم الشهداء. إن شاء الله الثورة مستمرة. الشعب العراقي شعب واعي مثقف، شعب صبور إن شاء الله، وتلقى الخبر أيضا في بداية، هي أول الخطوة من خطوات النجاح. إن شاء الله دم الشهداء ما راح ينترك وما راح نعوفها لحد ما نحقق المطالب بالكامل إن شاء الله.